الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نستكمل ما بدأنا مع كلمات القرآن تفسير وبيان. نبدأ من الجزء الثاني من قوله تبارك وتعالى كلمة السفهاء. الخفاف العقول، اليهود ومن شاكلهم في إنكار تحويل القبلة. نعم، يبقى السفهاء خفاف العقول، يبقى يقصد بها ايه؟ الذي يكون خفيف العقل، زي ايه؟ اشبه بالمجنون، اشبه بالذهب عقله او الكلام ده. فهؤلاء السفهاء يعني ايه؟ سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبله، لان ده بيبين ان اللي بيقعد كل حاجه يقعد يسال فيها ويقعد يعني يشدد على نفسه ويتنطع ويجادل ويناقش، ده كان من فعل اليهود. وده فعل خفاف الايه؟ العقول فعلا. طيب، ما ولاهم اي شيء صرفهم، نعم، عن قبلتهم، عن بيت المقدس، أمة وسطا، خيارا او متوسطين معتدلين، ينقلب على عقبيه، يرتد عن الإسلام عند تحويل القبلة إلى الكعبة، لكبيرة، لشاقة ثقيلة على النفوس، ليضيع إيمانكم، صلاتكم إلى بيت المقدس. هنا برضو في حتة جميلة، إن الصلاة هنا جاءت بمعنى الإيمان، أو الإيمان جاء بمعنى الصلاة، وما كان الله ليضيع إيمانكم يعني إيه؟ صلاتكم. فالإيمان نعم يعني يأتي على عدة معاني في كتاب الله عز وجل. شطر المسجد الحرام، تلقاء الكعبة، الممترين، الشاكين في كتمانهم الحق مع العلم به، يزكيهم، يطهرهم من الشرك والمعاصي، ولا يزكيكم، يزكيكم، نعم، نعم. الكتاب والحكمة، القرآن والسنن والفقه في الدين، لنبلونكم، لنختبرنكم ونحن أعلم بأموركم، صلوات من ربهم، ثناء أو مغفرة منه تعالى كده. الرب يا مولانا. طيب، أحسنتم.